مساء الخير ورمضان كريم على الجميع. بأول فقراتنا مثل ما صرتوا تعرفوا فقرة بيوتي، عنا نصائح لبشرتك بشهر رمضان المبارك. ما في شهر بالسنة أجمل من شهر رمضان المبارك، حيث بينعكس خصوصية هالشهر على الروح كما بتنعكس على البشرة، فهو استراحة ضرورية للنظام الغذائي المشبع بالأغذية الدسمة والمشروبات الغازية طوال العام، وذلك عبر الامتناع لمدة 30 يوم عن تناول الطعام والشراب من شروق الشمس وحتى المغيب. شو تأثير الصيام على البشرة؟ الصيام مفيد لصحة البشرة، حيث بيساعد على تحسين حالات معينة مثل الأكزيما والصدفية، لكن من المحتمل أن تبدو بشرتك أسوأ مع بداية الصيام وذلك قبل أن تبدأ بالتحسن، إلا أن فترة مؤقتة بتقوم البشرة خلالها بطرح السموم إلى الخارج مسببة بذلك بثور وعيوب تزول سريعاً. حرصي على شرب كمية كافية من الماء بعد وجبة الإفطار، لأنه هالشي رح يساعدك على طرد السموم بشكل أسرع، فضلاً على الحفاظ على رطوبة البشرة خلال ساعات الصيف الطويلة والجافة. اهتم بنوعية الطعام عند الإفطار، فالاقتصار على وجبتين خلال اليوم لجانب شرب كميات قليلة من الماء بيتطلب حرصك على تناول الطعام الصحي بشكل أفضل، ما يعني ابتعادك عن الدسم والحلويات والوجبات الغير صحية. فيها السلطات والفواكه الطازجة اللذيذة إنه خلال فترة الإفطار والسحور مساعدة الجسم على استعادة العناصر الغذائية الضرورية اللي فقدها خلال النهار. حرصي أيضاً على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين وفيتامينات A, C, D و E، فهي بتحافظ على بشرتك ناعمة وجميلة، بالأخص فيتامين A يلي بيمتلك مفعول سحري للبشرة. ما تنسي تعززي نظامك الغذائي بتناول كميات كافية من الجزر، الخس والبقدونس والسبانخ، بالإضافة للأسماك الزيتية كالسالمون فهي غنية بالأوميغا 3، لجانب البطاطا والبطيخ والبرتقال والليمون. لما بحين موعد الإفطار اشربي الكثير من الماء، فأنت بحاجة لشرب لترين أو 8 أكواب يومياً على الأقل للحفاظ على رطوبة جسمك، خصوصاً بهالحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف الحالي. قومي برشف عصائر الفواكه الخضراء الطبيعية، شاي الأعشاب باستمرار، فهي بتساعد على إنعاشك وتعديل حرارة جسمك خلال ساعات الصيف الطويلة والحارة. تذكري بأنه شهر رمضان المبارك هو الوقت المناسب لتفتحي قلبك للعالم وتمنحي جسمك وبشرتك الرعاية والاهتمام. مشان هيك رح نقدم لك بعض النصايح السهلة التطبيق بالمنزل للعناية بالبشرة، واللي رح بتأمن لك مظهر مذهل عند حلول العيد. أول نصيحة، استخدمي منظف لطيف للبشرة لإزالة الأوساخ والمكياج، واختاريه بعناية كي لا يسبب الجفاف لبشرتك. نصيحة رقم 2، اختاري الكريمات المناسبة لنوع بشرتك، وقومي بوضع كريم غني بحمض الهيلورونيك بعد تطبيق الكريم الأول مباشرة، واحرصي على تدليك بشرتك بلطف عبر حركات دائرية تضمن امتصاص أفضل. نصيحة رقم 3، استخدمي الكريمات اللي بتحتوي على فيتامين سي، فهي بتحافظ على حيوية بشرتك. نصيحة الرابعة، منحي منطقة حول العينين عناية خاصة، وذلك باستخدام الكريمات المغذية وتطبيقها بلطف عبر حركات دائرية بالأصابع. قومي بتبريد هيدي الكريمات، فهالشي بيمنحك شعور رائع وبيعمل على تقليص الأوعية الدموية، مما بيمنع الانتفاخات والهالات السوداء. النصيحة رقم 5، قومي بترطيب شفتاكي بكريم غني بفيتامين إي إلى جانب العسل وزبدة الكاكاو، قومي بهالشي مرتين يومياً على الأقل بعد الإفطار. النصيحة السادسة، قومي بوضع كمية
كافية من واقي الشمس قبل ما تغادر المنزل للعمل أو إلى أي محل حابة تروحي له. خلال تطبيق كل خطوات الرعاية المنزلية اللي ذكرناها عليك بزيارة طبيب مختص، فخبير الجلدية بيستطيع إنعاش بشرتك بسهولة وتعزيز جمالها بشكل أفضل قبل قدوم عيد الفطر. بعد هالنصايح بنتمنى لك شهر كريم مليء بالخير والعطاء، ونحن على ثقة بقدرتك على العناية بنفسك لحتى تحصلي على بشرة رائعة بالعيد. نوصل لفقرة انترفيو لحلقتنا لليلة. الصوم تجربة روحانية وجسدية بتتطلب الكثير من التحضير المسبق. إذا كنت بحالة شك بقدرتك على الصيام فعليك استشارة طبيبك قبل حلول شهر رمضان أو قبل البدء بالصيام. كمية الطعام ونوعيتها بتأثر بشكل مباشر على صحتك، والامتناع عن الأكل بشكل مدروس خلال النهار بيعلمك الانضباط وعدم تناول الطعام بشكل عشوائي. رمضان فرصة لحتى نختار الأسلوب الصحي والخيارات الصحية ونبتعد عن بعض العادات السيئة. لما نكون واعيين لطريقة صيامنا وطريقة إفطارنا رح نساعد نفسنا نحسن صحتنا الجسدية والعقلية والنفسية. كيفية تحضير أجسامنا للصيام وبعض الأسئلة المتعلقة بالصيام هي موضوع مقابلتنا اليوم مع أخصائية التغذية والصحة زينة علوية، منتابعها سوا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقره انترفيو لحلقتنا لليله. مثل ما بتعرفوا بلش شهر رمضان، ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحه والعافيه. حبيت تكون اول مقابله بحلقتنا لشهر رمضان الكريم تختص بالتغذيه وكيفيه اعداد اجسامنا واعداد انفسنا لاستقبال شهر رمضان المبارك. مثل ما بتعرفوا بنكون نحن معودين على بعض العادات يلي بدها تتغير برمضان، هي تخفيف الأكل، الامتناع عن الأكل لفترة طويلة لوقت الإفطار، اللي بيكونوا بيشربوا معودين على القهوة الصبح أو القهوة والدخان. هذه العادات كلها بدها تتغير مع حلول شهر رمضان. لهالسبب ضيفتي للمقابلة لليوم هي خبيرة التغذية والصحة زينة علوية لتخبرنا أكثر عن كل هالأمور هيدي، كيفية إعداد أجسامنا، كيفية إعداد أنفسنا. حنسألها بعض الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وهي أكثر واحدة فيها تخبرنا وتجاوبنا على كل أسئلتنا. أهلا وسهلا زينة. أهلا فيك لما كيفي. رمضان كريم. ينعاد عليك وعلى الجميع، وإن شاء الله يكون السنة خير وجيدة على الجميع يا رب. إن شاء الله يا رب. يعني زينة، أول سؤال بيطرح نفسه بمقابلتنا إنه كيف منحضر أجسامنا لاستقبال رمضان؟ هو للتحضير الكامل بعتقد يكون شوي صعب، لأن مع كل شيء بده وقت، خاصة الجسم لما تكون معودة حالك على شغلة تانية، على شغلة معينة صعبة إنه تغيريها. بس أكثر شيء اللي أنا حتى عند البيشنتس بنقلهم إنه عملوا كلينز أو جوسينج، بلشوا قبل بشهر تو ويكس، إنه بلشوا عودوا جسمكم على تخفيف الأكل، على شرب المي كتير، أو جوسينج يعني جست تو تشيل التوكسينز، الأوساخ اللي كلها بتكون بالجسم من الستريس أو الأكل أو الضغط، كله هيدا بيعمل توكسينز بالجسم. سو مهم كتير خاصة للكلاوي، ننظف الكلاوي والكبد، وهيدي الطريقة فيك تعمليها مثلا by juicing أو taking supplements ليساعدك على تنظيف يعني الجسم. ولما يتنظف جسمنا قبل رمضان كيف بيساعدنا هيدا لحتى نصوم؟ يعني شو فوايد تنظيف الجسم قبل رمضان؟ الفوائد انه بس الكبد يكون نظيف، عندك الميتابوليزم، لان برمضان حيأثر على جهاز الهضمي. فلما تعملي تنظيف للجسم وتشيل الاوساخ كلها من جسمك،
بيساعد على تسرع جهاز الهضم، عشان بس بلش الصيام ما بيأثر كتير مثل انه غير ايام او لما يكون الجسم مثل عم تعملي شوك لجسمي. اوكي. عم تعملي you're preparing the body. So مهم انه تحضري خاصة للكلاوة، بما انه ما في اذا عايش ببلد ما فيها حصايم كتير مثل وقت الصيام طويل هيدا كله بيأثر على الكلى على الكبد، فبس تكون محضرة لا شعوريا الجسم بيتقبل الصيام. اوكي، بدنا فترة ندرب حالنا ندرب اجسامنا على انه فكرة الصيام. ايه، انه فيك مثلا قبل بجمعة تبلشي تدريجيا تخفف الاكل، تخفف الشرب النهار، بس اكيد مش انه انه deprive yourself او انه تحرمي حالك من اشياء، لا، يكون اكلك healthy، شيء انه يكون عادي، بس البادي not to go into a shock. فينا مثلا المعودين يفوقوا يتناولوا الفطور الصبح مثلا، ياخروا شوي الفطور لوقت ابعد. ايه مثلا بلشي اعطيك اكزامبل، قبل بجمعتين فيك تبلشي مثلا تاخدي الفطور على الساعة 12. اوكي. بعد جمعة فيك تبلشي تاخدي على 3-4. لا تفوتي بشهر رمضان، تبلشي تصومي مثلا او 4 ساعات 6 ساعات، بعدين 8 ساعات، بعدين 15 ساعة، حسب الوقت والمنطقة اللي اكيد المشاهدين عايشين فيها. نحن هون تقريبا هلا بدنا بعد بكير للفطار. بعد عنا ايزي 6 ساعات 6 ساعات وشوي، عشان هيك هيدا الشيء بتضيف كتير، بيساعد للجسم انه على الصيام. طيب، بما انه عم نحكي عن اجسامنا وكيف بدنا ندرب او نحضر اجسامنا، فيك تخبرينا شوي شو بيصير بالجسم خلال رمضان او خلال الصيام؟ ايه اكيد. هلا بما انه ما عم تدخلي لا مي لا اكل على جسمك، في شيء بالجسم بنقول له نحن glycogen depletion، اللي هو الجسم glycogen من نوع من السكرات اللي بيجي من الكربوهيدرات، ومثل ما بنعرف انه الكربوهيدرات بيعطوا energy، بيعطوا الطاقة، بيعطوا الطاقة للجسم. فلما تكون عندك الطاقة خفيفة لأن ما عم بتدخلي أكل على جسمك، بتاخد الليفر and الكبد والمسلز من الجسم will start giving off that glycogen which turns which starts burning the fat. الستورج الاكسترا فات اللي عندك اياه بالجسم ببلش الجسم يحرقه لحتى تقدر تكملي يومك، او مثل ما قلك بالعاده الاشياء اللي بتعمليها. اوكي. Yeah. So glycogen depletion is term that we usually use لحاله الجسم خلال فتره الصيام. ايه. طيب، الميتابوليزم، نحن بنعرف انه لما نكون بيوم طبيعي عادي نتروق او نفطر ونتغدى ونتعشى، كل جسم عنده ميتابوليزم معين. مزبوط. خلال رمضان او خلال الصيام، او هل الصيام بيأثر على الميتابوليزم للجسم؟ شيء اكيد، لانه بالعاده لما تعطي الجسم اكل نيوتريشن عم تعطيه انرجي. اوكي. هاي الانرجي عم بتخلي الجهاز الهضمي الميتابوليزم يضلوا يشتغل. فبوقت الصيام شيء طبيعي الميتابوليزم it's gonna slow down، حتخف، يصير بطيء، بيبطا. بس انه في اشياء تعمليها لحتى ما تخلي هيدا الشيء يصير دائمه، انه يكون بس وقتي للشهر للصيام. عشان هيك هيدي من الاشياء الضروريه انه الانسان لازم يعمل كلينز او جوسينج قبل شهر رمضان ليغير، لانه حتى الجلايكوجين اللي بتجي من الكبد هو اكثر شيء اللي بيأثر علينا، اللي بيجي من الكبد. أوكي. الميتابوليزم. طيب زينة، هون عندي سؤال بالنسبة للملح.
بيقولوا او ريت سموير انه لازم ينتبه الواحد كثير على كميه الملح اللي بياخذها خلال الصيام بالاخص يعني برمضان. ليه هالموضوع؟ هيدا السؤال كثير مهم ومزبوط 100%، لان باجمالا الشغله اللي بتصير خاصه لما عم تصومي شي 15-17 ساعه، اذا انت مثلا عايشه بولايه او مكان الصيام طويل، عم بتسبب لك عطش. والعطش والملح ما بيتفقوا عشان الكلاوة. هيدا الشيء بدر، فبما انه هو ليل المي كتير مهم للجسم لتغسيل الكلاوة، كل هود التوكسينز عم بيروحوا من جسمك. فلما يكون ما في كمية مي بجسمك منيح، عم بيضلوا الملح الاملاح هيدا بالجسم، والمي بتحب الملح. سو مطرح ما يكون في ملح بالجسم بيكون في مي، سو هيدا بيسبب كمان ورم بالجسم. وشيء اكيد اللي بيكون عنده كمان ضغط مع استشارة الطبيب اكيد ينتبه كليا للملح، مش يعني low salt diet لازم ياخده. اوكي، كمية قليلة من الملح. أيوه. خاصة ضغط، وخاصة بشهر رمضان. اوكي، يعني حكيت شوي عن المي، انا كنت بدي اسالك انه كمان ليه الهايدريشن از فيري كروشال، يعني الاحتفاظ بالمي، او ما بعرف بدي اقولها بالعربي، بس انه الهايدريشن شغله كثير اساسيه ومهمه خلال رمضان، يمكن فسرتيها هلا كرمال شوي. هلا ما تنسى انه الجسم متكون اكتريته، عندك 80-90% من الجسم مكون من المي، فهو اجمالا نحن حتى لو بالدايت او حتى بده يخسر وزن بنقول له لازم كل يوم كل يوم ياخذ نص الوزن بالاونسز بالمي. يعني let's say for example وزنك 120 pounds you have to drink 60 ounces of water a day for example. لان هيدا الشيء بيساعد لل your whole body، يعني للدماغ للجسم لكل systematically بالجسم. المي كتير مهمة. هلا مي ولا فينا مي وعصير او any kind of لا you know. الشوجرز كمان بيسبب dehydration، refined sugars no ما اذا مثلا عصير طبيعي يعني يكون لايت ممكن ما بيأثر، مثلا عصير تفاح هيك، بس برضه واحد خاصة اللي في ناس لازم تاخذ ادفانتج في رمضان ليقدروا يخسر الوزن بيخففوا السكر. اوكي، السكر، هيدا السكر رح خليه انا لاخر سؤال. عادات السيئة والاكلات اللي لازم نبتعد عنها. بعد في عندي كم سؤال ومنهم الاكسرسايز، يعني هلا اذا واحد عم يعمل اكسرسايز بالايام الطبيعيه وبتعرفي حل شهر رمضان، هل فيه يستمر بالاكسرسايز واي نوع اكسرسايز يعني فيه يستمر عليه؟ لانه بتعرفي بيعطش الواحد sometimes خاصه هلا بالصيف وهيك. شيء اكيد الاكسرسايز يضل مهم، اللي معود على روتين معين انه ما يغيره، يمكن يغير الوقت، مثلا فيك تعمل الرياضة قبل الفطار مثلا بساعة أو بعد الفطار بساعتين ثلاثة بكوني أكلتي، أو شوي light meal، تعملي workout مثلا، فيك مشي مفيد، running حتى مفيد، اللي بيحب يعمل كارديو بيقدر، بس مهم إنه يعمل بوقت like I said يا قبل الفطار، لان بس يفطر قوام يقدر يشرب مي ليحسن، لانه سبيشلي اذا الجسم عرق وهيك شيء مهم كثير لنعود لخسرناهن لنشرب مي، او بعد الفطار بعد ما ترتاح المعده بشي ساعتين ثلاثه يعمل رياضه. عم بتضحك انا انه هون ما عنا مجال بعد الفطار نهائيا نعمل رياضه، 9:30 بنفطر ساعتين بنروح نايمين يا دوب تقومي على السحور كمان، يعني اذا قمتي اتس هارد، يعني الوقت شي 6 ساعات ما في وقت، بس مثلا لو عملتي ستريتشز 20 مينتس بعد ما اكلتي يعني بشي ساعتين
بيضلوا مفيد للجسم. ليه؟ ما كنا بعدنا عم نحكي قبل شوية about the glycogen depletion وكيف بيروح من المسلز. فلما عم تعملي انت stretches شوي عم تخلي الدم والمي ترجع تدخل للجسم. هيدا الشيء بيساعد على تنزيل الوزن اللي بحب او على ال to keep your body in shape, يعني لتخلي جسمك مثل ما انت عادة بشكله الحلو strengthen your body. شغلة تانية, الكافيين بيقولوا ما تكتروا كتير شرب كافيين خلال رمضان, المشروبات اللي فيها كافيين كتير. مزبوط. هلأ البوب أنا إجمالا بالأيام العادة الواحد مش لازم ياخد البوب أو العصيرات كتيرة, وقهوة أوكي maybe 1-2 cups a day not bad, especially برمضان هلأ أي لازم يبتعد نهائيا عن الكافيين, لأن الكافيين هو it's a stimulant that has an effect on your nervous system and your brain. أوكي محفز يعني بيحفز. Yeah, so it's a diuretic, يعني diuretic بخليك to urinate a lot more. Okay. You know, كمان it's another thing we talk about cleaning the kidneys. This is why اللي بيكون معود على الكافيين كتير it's a way to get rid of it. فلما you're using the bathroom a lot and you're not drinking water, ما عم تشرب المي وعم تنزل الحمام, بخلي that can lead to dehydration وانت ما حاسة. Okay. So that's إنه الواحد إذا في يتجنب هاي المشروبات بشهر رمضان خصوصي بيكون أفضل لحتى يحافظ على المي بجسمه أحسن ما تنزل, يعني تروح كلها يصير في عنده جفاف أو شيء. إيه. لأن شو بيصير مع الديهايدريشن, عم بينزل كمان مينرالز بيكون مهم مثل الكالسيوم, هذا الشيء مثل كمان you can lose it within dehydration. وهيدا الشيء بنعرف ان الكالسيوم كثير مهم للعظم ولل اكيد. So it's important not to المي اضبط شيء, المي احلى شيء للشرب. هيدا بياخذنا لاخر سؤال عنا, وهو بتعرف برمضان يعني الواحد يمكن عالجوع بصير محتار شو بده يعمل على الفطار, وبصير محتار شو بده يعمل لطبخات واكلات, وبصير يحط مالح وحلو بيخطط لبعض الاكل شو بده يتحلى, يعني بصير في شويه فوضى بحس برمضان. انه بالايام العاديه اوكي بتاكلي بتتروقي بتتغدي يمكن بتتعشي بتاكلي حلو, بس برمضان بحس انه بصير في فوضى, كل شيء اوفر. اكزاكتلي. سو كيف فينا يعني مزبوط. نحسن هالعادات الغذائيه السيئه عند البعض من اكل حلو زياده او مثلا حتى فوضى بالاكل, وشو هي افضل وجبه فيكي في ياخذها الواحد تكون صحيه وبتحتوي على كل المال يعني المكونات الغذائيه اللي هو بحاجتها طول النهار, وحتى على السحور اذا فيك تقولي لنا يعني شو ممكن ياخذ, شو ممكن حتى لا يتعب حاله لا يتعب معدته وكمان ما يزيد وزن كمان برمضان. مزبوط. هو افضل شيء نحن عاده برمضان بدنا نعمل نعبي السفره, وفي بيكون شيء 5-6 انواع اكل على الطاوله, وهيدا الغلط. واحد يخلي مثلا صنفين ثلاثه مثلا الشوربه مهمه, لان كمان بتعطي مي اللي ما بحب يشرب مي كثير, هيدا الشيء مهم. في عندك الفتوش, يعني كل شيء بيجي من الارض طبيعي كثير مهم للجسم, لان فيه هيدا الفيتامينز المينرالز اللي الجسم بحاجه له. هلا انا بقول برمضان وخاصه اللي بده يخسر وزن يبتعد عن اللحم الحمراء, انه فيك تاخذي صفين دجاج, سمك ابيض. حتى السمك برمضان كثير مهم لواحد ياخده كوجبه, لانه فيه الاوميجا 3, فيه الفاتي اسيدز اللي مهم للجسم ليعطيك كمان حيويه مع الصيام. بدل ما ناخد الحلو اللي هو refined sugars, وخاصة إذا عم نفطر مثلا 9:30 10 بالليل عم ناكل,
ما عندك هالوقت لتحرقي اللي اكلتيهم، فواحد يتجنب الحلو مثل القشطه، الفته، هول كل شيء، القطايف وكل هالقصص. ايه، وخاصه الاكل المقلي الواحد يبتعد عنه. بدك الجود فاتس اللي هن الساتوريتد فاتس، مثل الكوكونات اويل، زيت الزيتون، هول الاشياء، زيت السمك، هول الاشياء كثير مهم انه الواحد ياخذهم، سبيشلي هو صايم. وعسحور، عسحور كمان في الواحد ياخذ حبوب اللي مثل الفول، الحمص، لان كمان عم بيعطيك بروتين. البروتين كمان شويه ياخذ مثلا خبز اسمر، هيك اشياء، حتى الرز في دخل واحد هيك لإلا ياخذ انرجي، يعطي يكون عنده انرجي انف لنهار ليقدر يكفي نهاره. لكن انا بدي اتشكرك زينه على هالمعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، وبتمنى لك رمضان كريم علينا وعليك، وصيام خفيف وضلك محافظ افطار خفيف، وضلك محافظة على مثل ما انت يعني. Thank you. واذا في نصيحة اخيرة بتحب توجهيها للمشاهدين. Thank you لما كتير لك. ونصيحتي للمشاهدين اكيد المي كثير مهم للجسم، وخاصة بما انه مرق شهر رمضان علينا بشهر انه الشوب، لا شعوريا عم نخسر المي من جسمنا عن الشوب، فالمي كثير مهم للجسم. ثانك يو كثير لك لما. ثانك يو لك زينه. اوه فيري نايس. وبدي اتشكرك مره ثانيه. مشاهدينا بتمنى انه اسئلتكم اللي كانت ببالكم يمكن تجاوبت عليها زينة خبيرة التغذية والصحة. مني أنا بتمنى لكم إفطار شهي ورمضان كريم، وإلى اللقاء بمقابلة أخرى بحلقة تانية إن شاء الله. صباح خير. تاني فقراتنا، فقرة هيلث، رح نعرفك على منافع الصوم الصحي. للصيام منافعه الروحية والجسمانية الكبيرة، كما بيشكل الصيام منذ فترة طويلة جزء من العلاجات التقليدية للعديد من الأمراض، ولا يزال ينصح فيه ببعض المؤسسات المتخصصة بالرعاية الصحية بالعديد من الدول المتقدمة. تتعدد منافع الصيام لفترة مؤقتة والآثار العلاجية بالنسبة للأشخاص الأصحاء ولبعض الحالات من المرضى، وقد أوضحت دراسات أمريكية حديثة هذه الآليات. يؤدي الصيام إلى فقدان الوزن، تخفيض ضغط الدم، تحسين السكري من النوع الثاني، غير أنه بيقلل عوامل الخطر اللي بتنتج عن الأمراض القلبية والوعائية. وثبت أيضاً أنه الصيام له تأثير إيجابي على الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل، الربو، التهاب المعدة والتهاب القولون والحساسية، كما أنه للصيام تأثير جيد بحالة الشدة أو الإرهاق. كل هالشي حسب الدكتورة فرانسواز ويليمي، دكتورة ألمانية مؤلفة كتاب فن الصوم، يلي توصي بالصيام العلاجي تحت الإشراف الطبي. إذن مقولة صوموا تصحوا، لكن مع وجوب استشارة الطبيب المعالج قبل حلول شهر رمضان ومباشرة الصوم. ننتقل لآخر فقرة بحلقتنا لليوم، فقرة نيوتريشن. بفقرة نيوتريشن رح نعرفكن ما هو كنز شهر رمضان من المشروبات واللي ما منتخلى عنه على موائدنا الرمضانية. هو شراب صحي عريق ولذيذ الطعم، بيرتبط اسمه غالباً بشهر رمضان كونه ما بيغيب عن معظم الموائد الرمضانية. فوائده كبيرة، حيث يحضر من عصير دبس التمر أو دبس الزبيب المنزوع البذور مع ماء الورد والسكر. أكيد عرفتوا عن شو عم بحكي، وهو الجلاب. الجلاب بيحتوي على فيتامينات C، B3، B6 وK،
وكمان بيحتوي على الكالسيوم، المنغنيز، المغنيسيوم، النحاس والحديد، كما هو بيحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والفوسفور. وبتزيد المكسرات النيه مثل الصنوبر واللوز والكاجو يلي منضيفها على الجلاب، بتزيد من القيمه الغذائيه لهالشراب، حيث بتزوده بدهون الاوميجا 3 يلي بتحمي القلب والشرايين. ما هي فوائد الجلاب؟ اول فايده للجلاب وهو تنشيط الدوره الدمويه، تزويد الجسم بالطاقه السريعه، بناء خلايا الدماغ، علاج لحموضة المعدة وتليين الأمعاء ومحاربة الإمساك، الحماية من التسمم الغذائي وتقوية الأعصاب، تسهيل الهضم ومعالجة انتفاخ المعدة، تجديد خلايا البشرة، محاربة العطش وتقوية عضلات الجسم. مع كل هالفوائد يلي ذكرناها للجلاب، منيح إنه نشرب جلاب مع الإفطار، ولكن ما تبالغي بتناول الجلاب لأنه غني بالسكر والوحدات الحرارية، والإفراط بتناوله مضر بمرضى السكري واللي بيعانوا من ضغط الدم المرتفع. بنهاية فقرة النيوتريشن بنتمنى لكم شهر كريم مليء بالخير والعطاء. بنهاية الحلقة بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا فيها. ملتقانا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس الوقت. تصبحوا على ألف خير.